هذه هي البداية. مسافة 1000 ميل تبدأ بخطوة. إذا أنا بزيد بروح مني من هناك، أنا كذي كذاك بوصل. الفكرة بدأت قبل كم من سنة لما أنا كنت أسافر مثلاً في أوروبا وفي آسيا، شرق آسيا. السوق اللي عندهم هناك حق الموبايل تراكس، العربات المتنقلة، يعني جداً نشط. فأنا قلت ليش إحنا ما عندنا هاي نفس الفكرة في البحرين؟ بدينا بأول عربة سوينا لها سامبل وديناها للوزارات المعنية عشان نرخص هذه المشروع. شفنا إن إحنا نقدر نخلق فرص لأكثر من فئة من الشباب والشابات إن يبدؤون مشروعهم المتنقل التجاري قبل ما يفتح له محل. الحمد لله اليوم عندنا أكثر من 400 عربة متنقلة في البحرين، وإن شاء الله في المستقبل القريب راح يكون في أكثر من نشاط، منها صالونات، منها جيم، عندك عربات ألعاب وإلى آخره. والله فكرة بيبان هي من الأفكار الجبارة اللي موجودة حاليا. هذه راح يعطينا بوش عشان نحط اسم البحرين كبضاعة طالعة من مملكة البحرين إلى السوق العالمي. شلون أقدر أشكر بيبان؟ يعني قليلة فحقهم، التيم كامل، يعني إذا الباب مفتوح لك ليش تسكر؟